السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي أنا تعليم إنجليش مع ميس هام رضوان. النهاردة إن شاء الله راح ندرس مع بعض منهج كانت 4 برايمري 4 الصف الرابع الابتدائي. هناخد يونت 2 ليسون 3، هناخد الوحدة التانية الدرس التالت. يونت 2 طبعا كنا ولاد التايتل بتاعها أو العنوان بتاعها ديزرت أنيمالز، اللي هي حيوانات الصحراء. يعني إيه أنواع الحيوانات اللي بتعيش في الصحراء وإزاي بتتكيف عشان تعيش في الصحراء، ايه الحاجات المميزات اللي كل حيوان بيتميز بيها. طبعا بنتعرف على الحاجات دي بالتفصيل. هنا هناخد مين فوكابلري، الكلمات الاساسيه. طبعا ايه الحيوانات اللي بتعيش في الصحراء، اللي هي كاميل، كاميل اللي هو الجمل، لذلك يطلق عليه ذا شيب اوف ذا ديزرت او سفينه الصحراء. ليه يا اولاد؟ لانه بيتحمل الجوع والعطش وبيعيش في الجو اللي هو القاسي، البروده الشديده او الحراره الشديده، او خاصة إن الله سبحانه وتعالى زوده بوسائل دفاع اللي هي الرموش العريضة، الجفون اللي هي تحميه إن الرمال تدخل جوه الجفن بتاعه، الأنف بتاعه بيبقى ليه زي غطاء أو بيقدر يغطي الأنف بتاعه ويقفل فتحات الأنف بتاعته علشان يحمي نفسه من دخول الرمال طبعا ويحصل له أي اختناق. أوكي، هنا هنشوف مع بعض كاميل. كاميل حام، حام حامب يا ولاد اللي هو السنام الجمل. يعني ايه السنام؟ فوق الجمل في الظهر بتاعه بيبقى فيه حاجة عالية كده، في زي منطقة عالية اللي هي دي، ده بسميه سنام. ايه بيعمل ايه فايدة فيها؟ ان الجمل بياكل الاكل بتاعه كله وبيحوله لدهون وبيخزنه في المنطقة دي، يعني ده المخزن الاستراتيجي بتاع الاكل بتاعه. فاول ما بيحتاج او ياخد مدة طويلة ما ياكلش فبيطلع من الدهون الموجودة فين؟ في سنام الجمل، اسمه سنام الجمل حامب. حامب اوكي، يبقى عرفنا ايه الميزة بتاعته، اللي هو بيكون زي غذاء مخزن في الجسم. amazing amazing مدهش، amazing beautiful 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 جميل، strong 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 قوي، delicious 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 لذيذ، intelligent 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 ذكي. طبعا الجمال من الحيوانات الذكية اللي بتفهم بعض الكلمات، بتعرف صاحبها كويس، بتعرف الشخص اللي بيحبها او الشخص اللي سبب لها اذى. طبعا ذاكرتها بتبقى قوية لا تنسى شيء. intelligent معناها ذكي. perfect for perfect for perfect for معناها مثالي او مناسب لي. large large ضخم او كبير جدا. flat feet flat feet اقدام مسطحة. طبعا ربنا خلق له الاقدام بتاعته او الخف الجمل بطريقة تجعله يبقى ثابت او يستطيع المشي في الرمال الصحراء الناعمة بدون ما يختل التوازن بتاعه. flat feet flat feet اوكي. noisy 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 مزعج او صوت صاخب او عالي. noisy اخذنا noise يعني ضوضاء، noisy مزعج او صاخب. get angry get angry get angry يعني يغضب. قلنا الجمال ليها ذاكرة قوية، لو حد أذاها طبعا ما لا تنسى أبدا وبتفتكر طبعا أي أذى ليها. across the desert across the desert بمعنى يعبر الصحراء. هنشوف ازاي how the camel can across the desert an easy way، الجمال بتعبر الصحراء بطريقة بسيطة خالص أو سهلة جدا. carry carry in the past people use camel to carry their goods their luggage and a lot of things. طبعا في الماضي كانوا بيخلوا الجمال تحمل البضائع، الشنط السفر لو في حالة او الامتعة بتاعت السفر بتاعتهم. طبعا ليه؟ لان الجمل بيتحمل السفر لمسافات بعيدة خالص ويتحمل الجوع والعطش. carry carry يعني ايه؟ يحمل. understand 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 يعني يفهم. understand يعني صاحب الجمل بيديله تعليمات، سواء لو في حالة عايز يوقف او يقعد او يحمل عليه شيء، فايه understand بمعنى يفهم. healthy 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 بمعنى اصحاء، احنا اخدنا health بمعنى صحة، healthy بمعنى اصحاء يعني يتمتع بصحة جيدة. often or often التنين صحيح. often often غالبا. special ways special ways بطرق خاصة special ways
سبحان الله يا ولاد، الجبل لو عدى في طريق مرة بيبقى عنده ذاكرة انه يحفظ الطريق دي بطريقة، او يحفظها عن ظهر قلب. يعني ايه؟ يعني خلاص هو حفظ المكان او حفظ الطريق، مش لازم كل مرة صاحب الجمل ده يوديه او يوريه الطريق بتاعه، لا خلاص هو حفظ الطرق، خاصة الصحراء اللي بتبقى كلها شبه بعض. اوكي، يعني مفيش اي علامات ارشادات، فهو الجمل سبحان الله حافظ طريقه بطرق خاصة. special ways. be careful be careful be careful يعني حريص. طيب انا احترس، خلي بالك. be careful be careful. اوكي. on the sand on the sand on the sand. شايفين الارجل بتاعت الجمل؟ طبعا قلنا احنا ايه، flat feet، مسطحة، عشان تقدر تمشي على ايه، on the sand on the sand، على الرمال. come in come in يعني يدخل، come in بمعنى يدخل. يبقى قلنا في جفون عشان تحمي العين من الرملة تدخل فيها. close يغلق. socks socks اللي هي شرابات. طبعا الجمال فيها فرو ممكن يستخدم لصناعة ايه، اللي هو الشرابات او الاشياء الصوفية. eyes عيون. grass حشائش. fresh water معناها مياه عذبة. fresh water مياه عذبة. هنتعرف هنا على ايه، الجمل وايه المميزات بتاعته، وازاي ربنا ساعده انه يعيش في المنطقة دي وكيفه بمميزات تختلف عن الآخرين من الحيوانات. camels read and learn يعني اقرأ وتعلم. camels are amazing طبعا الجمال دي amazing يعني ايه، سبحان الله، رائعة او جميلة جدا. they are beautiful هي جميلة. strong animals وايه تاني، حيوانات ايه، strong animals يعني حيوانات قوية. they help us to carry things and people across the desert. طب ايه فايدة الجمال دي يا ولاد؟ help us بتساعدنا في ايه، to carry things and people across the desert. to carry things يعني ايه، تحمل الاشياء والناس ايه في الصحراء في حالة السفر. في حاجة تانية مهمة، ايوة ايه هي، their milk is delicious، الحليب بتاعها مغذي جدا، بيتميز انه لذيذ ومغذي. we can use their fur to make socks، وبنستخدم الفرو بتاعها عشان نصنع ايه، الجوارب او الشرابات. يبقى عندنا تلات اهمية او تلات اسباب للاهمية بتاعت اللي هو camels. اول حاجة they help us carry things، بتساعدنا نشيل الاشياء. الحاجة التانية their milk is delicious، الحليب بتاعها لذيذ. الحاجة التالتة they help us they we can use fur for make to make socks، بستخدم اللي هو الفور عشان اصنع ايه، الجوارب. ايه الميزة التانية بتاعت الجمال؟ they are very intelligent. الجمال قلنا ايه يا ولاد، ذكية، تتميز بالذكاء. and can understand a lot of words، بتفهم كلام اللي هو الشخص اللي قدامها او ملكها. camels are perfect for the desert، وايه، مثالية انها تعيش فين، في الصحراء. here's واي. طب ليه هتعيش الصحراء؟ ايه المميزات بتاعتها؟ طبعا ايه، جايب تلات اسباب انها ازاي تقدر تعيش في الصحراء. number one they have large flat feet، عندي اقدام مسطحة، بسميه خف الجمل. flat feet so they can walk in the sand، بيقدر على ايه، يمشي على او يسير على الجمال. walk on the sand يسير على الرمال. walk on the sand. healthy camels الجمال اللي هو الصحية طبعا، الغير مصابة بالأمراض. don't need to drink water often، الجمل مش بيشرب مية كتير، يعني ممكن يشرب كل 15 يوم كل شهر مية، فايه، بيقدر يتعايش مع المكان او الحالة دي. they have special ways to close their noses and eyes، طبعا ربنا خلق لهم جفون وطبقة خفيفة او رقيقة بتحمي العيون وفتحات الانف بتاعته، يعني بيقدر يفتح يكفي فتحة الانف عشان الرملة ما تدخلش جواها ويصاب بالاختناق. ليه؟ to stop the sand from coming on،
عشان يوقف الرمل ان هي coming on يعني تدخل جوا ايه noses and eyes. اوكي but be careful camels are very noisy and they can get angry. طبعا بيقول لك بس خلي بالك انت وبتتعامل مع الجمال دي ممكن تبقى ايه noisy ليها صوت ليها صوت عالي وتاني get angry ممكن بتغضب بسهولة. اوكي طب هنتعرف على حد تاني. ايوه هنتعرف على مين؟ هنتعرف على الهورس او اللي هو الحصان وهنقارن بين الحصان والجمل. اوكي هنا عندنا طبعا جيب لك مقارنة بين ايه هورس كامل هورس كامل الحصان وايه والجمل. هاو طول از ات ايه الطول بتاعهم كم الطول يعني طول الحصان كام وطول الجمل كام. الهورس 153 سنتيمتر يعني الحصان الطول بتاعه ممكن بيوصل من 157 او لغاية 173 ده ايه طول الحصان. طب الكامل 180 سنتيمتر الطول بتاعه 180 سنتيمتر الارتفاع بتاعه يبقى مين اطول فيهم اللي هو ايه الكامل. How heavy is it يعني ايه الثقل بتاعه او الوزن بتاعه 380 550 يعني ممكن ما يقارب من 380 ل 550 كيلو جرام. طب الكامل 600 1000 ممكن وزنه بيكون من 600 كيلو جرام لغايه 1000 كيلو جرام. طبعا الجمل هنا بيتميز بالضخامه. How fast is it ايه السرعه كم السرعه بتاعته. الهورس طبعا يا ولاد 45 كيلو متر بير اورز يعني 44 كيلومتر للساعة السرعة بتاعته. طب اللي هو الكامل لا 40 كيلومتر بير اورز يعني 40 ساعة 40 كيلومتر للساعة كي بي اتش دي معناها كيلو بير اورز يعني كيلومتر للساعة. اوكي هاو سترونج از ات السترونج بتاعه او القوة اراوند 80 طبعا حوالي 80 كيلو جرام. الكامل 170 20 كيلو جرام طبعا من 170 ل 200 كيلو. How long does it live طب عمره كام ده بيعيش كام سنه وده كام سنه. الهورس 25 years بيعيش الجمل 25 سنه سوري الحصان. طب الكامل الجمل 70 years بيعيش حوالي 70 سنه 70 سنه. اوكي هنا جيب لك طبعا مقارنه horses have large beautiful eyes الجمال او سوري الخيول عندها عيون جميله وكبيره. horses have strong teeth واسنان قويه. they like to eat grass and drink fresh water بياكلوا ايه grass الحشائش and fresh water drink fresh water ويشربوا الميه اللي ايه العذبه. هنا يا ولاد هناخد الادجكتيفز اللي هي ايه الصفات. قلنا ايه هي الصفة؟ الصفة هي كلمة بتصف اسم. اوكي كلمة بتصف اسم يبقى لو جينا عرفنا اول حاجة هناخد مقدمة كده اللي هو الصفة كلمة تصف اسم او شخص يعني هقول ألي is big the car is small السيارة صغيرة يبقى هنا big و small دي بسميها ايه بسميها صفة. I have a big house I have a big house يعني انا عندي ايه منزل كبير يبقى هنا المنزل ايه صفته ان هو كبير يبقى الصفة كلمة بتصف اسم. اوكي I have a big house انا لدي منزل كبير. طب انا عايز اعمل ايه عايز اعمل comparison يعني مقارنة comparison اللي هي ايه يا ولاد المقارنة يبقى انا هقارن بين حاجتين. for example ايه المقارنة يبقى to use comparative compare to things or to animals or to things يبقى بقارن بين حاجتين او شخصين او اي شيء يبقى المقارنة دي comparison اللي هو المقارن بين اشياء هناخد اللي comparative
comparative المقارنة بين شيئين شخصين او اي حاجتين. يبقى بين المقارنة بين اثنين ايا كان الاثنين دي. يبقى الكومباريزون الكومباريتيف الكومباريتيف اللي هو المقارنة بين شيئين. طبعا هجيب مثال. مثلا انا عندي اول حاجة لازم اعرفها اللي انا عندي الادجكتيف دي. اول معلومة لازم اعرفها يا ولاد الادجكتيفز اللي هي الصفة. عندنا شورت عندنا شورت وعندنا ايه لونج. عندنا شورت وعندنا لونج. شورت يعني صفة قصيرة زي ايه يا ولاد؟ زي كلمة ايه مثلا big small short thin. اوكي big small short thin ده بسميها ايه؟ بسميها صفة قصيرة. ايه عندنا تاني؟ form عندنا fast دي بسميها short adjective صفة قصيرة. بسميها ايه يا ولاد؟ صفة قصيرة. عندنا long adjective. long adjective زي مثلا كلمة ايه؟ dangerous. عندنا كلمة beautiful. beautiful عندنا careful. طب انت يا مس عمالة تقولي short adjective long adjective short adjective. طب انا ازاي اميز بين ال long adjective وال short adjective؟ هقول لك ازاي تميز بينهم. ال short adjective الصفة القصيرة دي باخدها في نفس واحد، بقول عليها one syllable مقطع واحد. يعني بقول ايه big، مش بقول big، لا big small short thin warm fast. يبقى ايه دي صفة قصيرة. يبقى تتكون الصفة القصيرة تتكون من مقطع واحد. خلي بالكم معاي الصفة القصيرة بتتكون من مقطع واحد، يعني بتبقى في نفس واحد. fast warm thin short small big. اوكي طب الصفة الطويلة تتكون من اكثر من مقطع، اللي بقول سايلابل، اللي بقول عليه يا ولاد سايلابلز. هقول ايه careful careful، ما بقولش careful لا careful. beautiful 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 dangerous dangerous dangerous. اوكي dangerous beautiful careful intelligent important 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 بمعنى هام. يبقى دي بسميها ايه صفة طويلة تتكون من اكثر من مقطع. خلاص اوكي. والصفة القصيرة تتكون من مقطع واحد او one syllable. عرفنا الفرق بينهم؟ اوكي طب انا عايز اعمل ايه هنا يا ولاد؟ عايز اعمل comparative مقارنة. بعمل ايه؟ بعمل ازاي المقارنة؟ اول حاجة الصفة بعمل لها ايه؟ بضيف لها er. لو كانت الصفة بتنتهي بايه زي كلمة large مثلا بضيف اول حاجة big. هناخد اول حاجة لو الصفة بتنتهي بايه بايه. اذا كانت نكتب مع بعض كده اذا كانت الصفة تنتهي ب letter e حرف الـ e. اذا كانت الصفة بتنتهي ب letter e ايه بعمل؟ بأضيف r فقط. يضاف r فقط. for example هقول ايه مثلا large عندي nice اوكي fine fine. عايز احولها ايه لصفة مقارنة comparative. يبقى الصفة هنا بتنتهي بحرف ايه يا ولاد؟ بحرف الاي. هتبقى ايه larger. يبقى ضفنا r فقط nicer ضفنا r فقط finer ضفنا i فقط. يبقى عند المقارنة لو الصفة بتنتهي بحرف ال e letter e بضيف r فقط larger nicer
فاينر اوكي. في حاجه صعبه دي؟ لا. طب هنا لو عندنا الصفه الجزئيه الثانيه، لو الصفه بتنتقل مقطع واحد الحرف الاخير بيسبقه حرف متحرك، حرف متحرك حرف واحد، اذا كانت الصفه تنتهي بحرف مسبوق بحرف واحد متحرك، ايه بيحصل؟ نضاعف الحرف الاخير ويضاف ER. يبقى اذا كانت الصفه تنتهي بحرف مسبوق بحرف واحد متحرك، نضاعف الصفه، نضاعف الحرف الاخير ويضاف ER. طب مش فاهم يا مس، هنقول big، عندنا fat، عندنا thin. خلي بالك معايا كده، big الحرف الاخير مسبوق بحرف واحد متحرك، احنا اخدنا ايه الحرف المتحرك؟ A E I O U، A E I O U، تمام. بعمل ايه؟ اول حاجة هنا عندنا big fat thin، يبقى هنا الصفة بتنتهي بحرف ساكن مسبوق بحرف متحرك واحد فقط، يبقى نضاعف الحرف E R، G E R، T E R، N E R، يبقى ايه؟ bigger fatter thinner، bigger fatter thinner، يبقى الحرف الاخير مسبوق بحرف واحد متحرك، عملنا ايه؟ ضعفنا الحرف الاخير وضفنا ER، bigger fatter thinner، اوكي؟ يبقى دي الحالة التانية، number two، دي number one. هنا هناخد number three. طب ايه number three يا مس؟ إذا كانت الصفة، طبعا ده كله فين؟ في الصفة القصيرة. إذا كانت الصفة القصيرة تنتهي letter Y تحول إلى I ويضاف ER. طب مش فاهم يا مس، نقول heavy، عندنا easy، عندنا happy، اوكي. يبقى دي الصفة بتنتهي بايه ولا يا ولاد؟ بتنتهي بواي. اعمل لها ايه؟ heavy heavy easy happy. بعمل ايه؟ الواي دي بقلبها ل I واضيف ER، I واضيف ER، اقلب الواي الى I واضيف ER، تبقى heavier easier happier. يبقى هنا heavy بتنتهي بواي، بعمل ايه؟ بقلبها ل I واضيف ER، heavy heavier easy easier happy happier، اوكي. دي طبعا اللي هو الصفة القصيرة، اوكي يا ولاد. يبقى خدنا ثلاث حالات للصفة القصيرة، دي الحالات اللي هو لو بتنتهي بإي او بتنتهي بحرف ساكن مسبوق متحرك، او بتنتهي بإي بواي مسبوقة او تنتهي بواي. طبعا غير كده الصفات المقارنة بتبقى دايما بنحط لها إي آر. يبقى صفة المقارنة في الصفة العادية، يبقى في الصفة العادية يضاف، في الصفة العادية يضاف ER. طيب مثلا ايه؟ عندنا strong، عندنا fast، قلنا بنضيف لإيه للصفة يا ولاد؟ ER، تبقى stronger faster. اوكي stronger faster. طبعا ونضيف ايه في الاخر؟ than، stronger than faster than. يبقى بضيف للصفة ER، يبقى في المقارنة الصفة القصيرة بضيف ER than. يبقى عند المقارنة في الصفة القصيرة نضيف او يضاف
اي ار زان. هنقول ايه مثلا؟ faster than. faster than. bigger than. smaller than. اوكي، معنى هنا faster than يعني اسرع من، اكبر bigger than اكبر من، smaller than اصغر من. اوكي، طب انا هنا ده كله اتكلمنا على الصفة القصيرة. عند عند المقارنة في الصفة الطويلة نضع الصفة بين ايه؟ more الصفة than less الصفة than more والصفة than او less والصفة than. هجيب مثلا هقول ايه؟ more careful than less careful than. اوكي، less careful than more careful than، يعني more careful اكثر حرصا من، less careful than اقل حرصا من. يبقى الصفة طويلة بحط بين more وthan او less وthan. more than معناها اكثر، اكثر من، less than اقل من. طبعا وبنحط اللي هي الصفة more careful than، less careful than، more beautiful than، less beautiful than. اوكي، طبعا ده اللي هو التدريبات او اللي هو القاعده بتاعت اللي هو ليسون 3. ان شاء الله في هنكمل مع بعض الجزء الجاي تكمله الدرس، هناخد فيه حل التدريبات على ليسون 3. ثانك يو اند جود باي مس هامر رضوان.